الأغنية اللي دخلت على إحساسنا جميعاً، اللي دخلت على قلوبنا، اللي حركت أشياء جميلة بمشاعرنا. هاي الأغنية اللي قلنا فترة عم نلعبها أكيد بمزاج أف أم للفنان محمد رافعي، أغنية يا قلبي ويلي. أكيد لنعرف أكثر عن هاي الأغنية الأكثر من رائعة، معانا على الهاتف مباشرة الفنان محمد رافع. أهلا وسهلا فيك يا محمد، معانا ببرنامج على الطريق. يسعد مساك حنوني، كيفك؟ تمام الحمد لله، يسعد مساك. أول شيء بدي أحكي لك شو هالأغنية اللي بتجنن. الله يخليك، الله يخليك. يعني هاي الأغنية عن جد حلوة كتير، دخلت هيك حركت فينا أشياء هيك، يعني زغزغت مشاعرنا زي ما بقولوا. إن شاء الله نزغزغ دائما مشاعركم بس بطريقة بوزيتيف، يعني ما أكيد. تكون كثير اجاني فيدباك انه وجعت قلبي، لا انا ما بدي اوجع قلب حدا. يعني هو على فكره وجع القلب حلو اوقات، لا مرات. طب محمد خلينا نحكي انه هاي الاغنيه عندك اياها من سنين، ليه لهلا لطلعت الاغنيه؟ يعني شو اقول لك، لا اقول لك، انا من سنين غير صورتها اول مره، ما بدي انزلها بدون كليب ابدا، يعني لا تليق بانها تنزل بدون فيديو كليب محترم بنفس مستواها من كلاما ولحنا وتوزيع. تمام، فصورته اول مره ومسكته وكبيته. اوكي، وصورته ثاني مره كبيت ثلاث ارباع وخليت لقطتين منه. بتشوف اللقطات اللي على الجبل انا مع البيانو، هذا الكليب اللي تصور ب 2019 تقريبا. اوكي، ما خليتش الا ثلاث اربع لقطات منه يا دوب، رديت صورته وبعدين بالأثناء هذه كنت عم بشتغل على كل شغلات ثانية، كنت عم بفتح شركة الإنتاج الخاصة بي، والحمد لله يعني بدنا نشتغل كثير لفنانين ثانيين أغاني كثير. سبحان الله، الواحد يعني صرت وصلت مرحلة البواب النجار مخلعها، خلص صرت أرضى بالإشي اللي بعمله للعالم وبطلت أهتم بشغلي أنا، أنت كيف؟ أوكي، هذا شيء مؤسف كان طبعا بالنسبة للناس اللي كانت تستنى مني أشياء يعني بالزبط. وأعمال أتأخرت عليهم جدا يعني، بس بإذن الله راح أعوضهم قبل يعني. بالضبط، للمستمعين اللي بيحبوا إحساسك بالأغاني دائما بكونوا عم بيستنوك على نار لتنزل أغاني هيك برضه ترجع تلامس مشاعرهم، فما تتأخر عليهم كثير محمد. أكيد أكيد، إن شاء الله إن شاء الله يا رب الفترة القادمة مليانة أعمال ومكرس لها وقت أكبر بكثير، وده بدي أطق على كل شيء وخلص أرجع. خلص بكفي. طب كيف شايف الفيدباك على الأغنية هاي؟ ايش هو الفيدباك على الأغنية؟ يا لطيف، شو أقول لك، يعني حنين في فيدباكس أجوني والله العظيم بكوني بكي، يعني من كثر ما يعني إشي مفجر، ناس بعرفها وناس ما بعرفها، يعني يرنوا علي تليفون من آخر الدنيا، اللي يرن من أمريكا واللي يرن من لبنان واللي يرن من الأردن واللي يرن من هون هون، محمد إيش هاد؟ بالضبط أول التليفون، يعني ما يقول لي مرحبا ولا يقول لي مشتاق لك، إيش هاد؟ واللي يسب علي الله لا يعطيك عافية شو اللي عملته فيه. خصوصا محمد أغانيك دائما بتعلق بعقول المستمعين اللي بيحبوا أغانيك، مثل الأغنية بحبك أنا، شوارع عمان، وهلأ هاي الأغنية اللي نزلت جديدة يا قلبي ويلي. بس يعني هنا أكيد دائما بسألوك إنه محمد ليه بتختفي عنا هالقد، فشو شو بكون جوابك لهم لما يسألوك إنه ليه بتختفي؟ نفس الجواب اللي جاوبتك إياه والله يا حنين، ما في إشي يعني، ما في إشي تاني هيك بتخلي الواحد يضطر يروح بمجال معين، يهتم بشغلات أكثر عشان يطور موضوع معين بعدين يرجع. يعني هاي غيبة كانت للأسف مقصودة وغصبا عني، كان لازم أغيب عشان في أشياء لازم أنجزها كثير عشان أقدر أكمل. أوكي، والحمد لله يعني عملنا اللي عملناه وأسسنا اللي أسسناه، وإن شاء الله إنه يا رب الفترة القادمة ما في ما يعني تنتهى هاي الغيبة تماما. بالضبط، يعني هذا اللي بنتمنى. طب محمد، دائما هيك هذا السؤال اللي ممكن بيخطر على بالنا دائما إحنا كمستمعين اللي بنحب نسمع هاي الأغاني، هاي الأغنية هل بتمسك أنت شخصيا؟ هل بتعني لك أنت شيء شخصيا؟ والله شوفي، هذا الجواب يعني بقدر أقول لك ولا أكيد. هاي الأغنية طلع معي أول شيء اللحن تبعها، كنت على هيك قاعد على البيانو ولابس أوعى الجيم وبتطلع، والله العظيم عم بتدن هيك على البيانو شوي، طلع هدول الست سبع نوتات اللي بتسمعيهم طول الأغنية. تمام، أوكي، سجلتها وطلعت على الجيم وأنا على التريدميل عم بلعب بلعب بلعب، عم بسمع فيها عم بسمع فيها وبعيد بسمع فيها وبعيد، بلش يطلع معي هيك. أنا أبوي يعني
بدوي عرفتي كيف؟ وكان يحكي لي كيف كان جدي وابو جدي كيف كانوا يهجنوا وحفظني كم هجيني قديم. بس ما يعني انا مش من النوع اللي بغني اللهجه الثقيله ابدا، بالعكس يعني غنيت اللبناني وغنيت الاردني الخفيف هذا العماني خلينا نحكي. اوكي. بس الوزن تبع اللحن اللي طلع بده شيء هلا عرفت من وين اجى هذا اللحن؟ راح راسي لهناك. اوكي. فبيجي عندي صاحبي ابراهيم عبد الله، كان صديقي ومدير اعمالي من هذيك الفتره وشغالين مع بعض كثير اشياء. بقول له طلع معي لحن واحد اثنين ثلاثه، بنيت له اياه ضرب على راسه، بقول لي يعني ان شاء الله راح كسر الدنيا. فطلع لي بفكره، بقول لي عندي فكره من زمان نفسي حدا ينفذها، الا وهو بلدين يوما ما كانوا نفس البلد. يعني كان في بلد وواحد بيحب واحدة، وفجأة هاي البلد انقسمت لاثنين، صار في شيك، صار في حدود، صار في شوية مي يعني عليك كثير بلاصة فيها. وأول مثال بقدر أطرحه وهو الشعور اللي حسيته أنا وهو إمارة شرق الأردن لما انفصلت عن الضفة الغربية وصارت صاروا بلدين، لما كان السلطي يحب بنابلس ويشتغل بنابلس والنابلسي كذلك يعني، وبالعكس صحيح، هو كل المدن الأردنية والمدن الفلسطينية كانت مع بعض، عرفت كيف؟ فتخيل يوم من الأيام عن جد هذا الشيء صار في شيك في النص، وصار في حدود، وصاروا بلدين، وصار تخيل اللي هون يفوت لهناك واللي هون واللي هناك يفوت لهون. تخيلت القصة، تخيلت القصة وكتبت اللحن، والله العظيم يعني ما بعرف، أنا ما عشت القصة شخصيا، بس بقدر أقول لك بس حسيتها أكثر بقى على اللقطات اللي تصور فيها الكليب وأنا عم بغني هاي الأغنية. حتى في الاستوديو وأنا عم بغني فيك صوت يجيني لحظات أبكي فيها، خلاص يعني أتأثر كثير. ما أقدر يا أوقف الشوت، يا أما في أكثر من شوت فعليا كنت عم ببكي فيهم بس ما بينش يعني يعني قطعنا قبل ما تنزل السمعة بالتأكيد. فعليا منلاحظ هذا الاشي بالفيديو كليب لما نحضرها للأغنية. طب ليش أغلب أغنية بتكون من كتاباتك وألحانك؟ بحسها أكثر صراحة. بتحس إنه أدائها بيكون غير؟ بغنيها أحلى وبكون مقتنع فيها أكثر. الأداء بيكون غير، بيكون هيك نابع من القلب أكثر. لا يعني إنه ما تعاملت مع كتاب وملحنين ولليوم على تواصل وبيبعتولي وكذا، لا يعني إن هم أنا اللي بكتب أحسن منهم بتاتا، بالعكس هم محترفين ومختصين في هذا الموضوع أكثر مني. بس يعني بحبش ما بحب عشان الموضة هيك أنزل هيك، يعني في شغلات سبحان الله ممكن أكون عم بفكر بجانرة جديدة ما طلعت يعني. أغنية قلبي ويلي هاي يعني أغلب الكومنت كانت إنه إشي كثير أوريجينال، إشي كثير جديد، إشي ما سمعنا زيه من قبل. كيف؟ أوكي. فهذا اللي بطمح له إني أطلع بإشي توتال جديد مش مسموع من قبل، وهذا الإشي ما أظن حدا يقدر يعمل لي إياه مثل ما أنا عم بفكر فيه. بطريقتك أنت. هذا اللي بوصل لك إياه. أوكي. طب شو جديد محمد رافع؟ حيكون في شيء جديد؟ جديد محمد رافع بصراحة كان في عندي مخزون أنا من الأغاني بهاي السنين عم ينعمل وعم يتسجل بس ما عم يطلع. أوكي. زي قلبي ويلي. فهلا بدأ بلش أفلت فيهم. واحد شاء خلص. ما تغيب كتير عن المحبين محمد رافع. الله يخليك. محمد رافع إن شاء الله دائما من نجاح لنجاح، إحنا من مزاج أف أم دائما بنتمنى لك إنك تكون بأعلى المراتب. شكرا لوجودك معنا بي على الطريق. سلامي لكل فرد من أفراد الإذاعة، لأن هاي الإذاعة على فكرة من أكثر الإذاعات اللي ما بنساها يعني دائما في بالي، لأنه أول أغنية لإلي انتعت، أول حد داعي لأغنية. جد هذا جميل، ما بنساه. إن شاء الله دائما من نجاح لنجاح يا محمد، انبسطنا بوجودك معنا بي على الطريق. شكرا لإلك، الله معك. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم.